لليوم 24، جيش النظام لا يزال يفرض حصارا على حي الخالدية في حمص القديمة، كما هو الحال في كامل الأحياء الثائرة التي يسعى النظام لبسط سيطرته واستعادة أحيائها التي دمرها. أمين الله وكيلك، طيران قصفنا، هاوين ما خلوا، دبابات جابوا، شركات جابوا، الله وكيلك ما عسكري ما نزل دخل على أرض الخالدية. تلك التأكيدات خرجت من مقاتلين تابعين للجيش الحر الذين ما زالوا متمركزين في شارع القاهرة المطل تماما على حي البياضة. دمار لم يشهده الحي القديم في حمص قط، وطائرات النظام تكاد لا تبتعد عن سماء الحي لتعود وترميه بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها القنابل البرميلية. وكالات الأنباء نقلت عبر مراسليها كما جاء برويترز أن قوات النظام تقدمت للمرة الأولى منذ شهور في حي الخالدية واحتلوا مباني كان الثوار متمركزين فيها. غيرهم القصف الحمد لله رب العالمين، وهالدمار اللي شايفه حواليك، والادعاءات اللي عم يحكوها الجيش والإذاعات تبعيتهم، والحمد لله نحن هيك ها بأرض الخالدية وعم نقاوم فيها الحمد لله رب العالمين. إعلام النظام عبر مراسله في حمص أكد أن الحي قد دخله من وصفه بجيشه الباسل وأنهم ماضون في تطهيره بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. كل ذلك اقتصر على حديث هاتفي دون أي صور قديمة أو جديدة. الجيش الحر من جهته أكد أنه تصدى لمحاولة اقتحام كبرى استطاع فيها أن يقضي على 30 عنصرا أمنيا دخلوا مشارف الحي، ليتصدى لهم الثوار وقوات النظام ما تزال تجري محاولات اقتحام فاشلة بحسب وصف الثوار. لما عمل الدفاوة دمرنا شركة الحمد لله ب 72، هاي أكبر من الله.